خلونا دلوقتي نروح لأخبار المحافظات. ففي محافظة البحيرة التحالف الوطني شارك الأهالي احتفلتهم بعيد الفطر، وفي المنوفية تم توزيع بنات أغذية مجانية على عمال النظافة بمناسبة العيد. كمان في البحر الأحمر تم استخدام أو تقديم الشباب المتطوعين في حياة كريمة، وزعوا هدايا للأهالي والأطفال. وفي اسكندرية تم تدشين غرفة عمليات لمتابعة توافر الخبز والمواد الغذائية خلال أيام العيد. تفاصيل أكتر في هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في البحيرة شارك التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أهالي المحافظة احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك بالشوارع والميادين المختلفة، وقام أعضاء التحالف الوطني بتوزيع الهدايا على الأطفال وأيضاً توزيع الكعك والبسكويت على المواطنين احتفالاً بعيد الفطر. في سوهاج تم وضع إكليل من الزهور على نصب التذكاري للشهداء أمام الديوان العام في إطار الاحتفال بالعيد القومي 225 لمحافظة سوهاج اللي بيوافق العاشر من شهر إبريل من كل عام، حيث قدم شعب سوهاج نموذج فريد في التضحية والنضال عندما تصدى للحملة الفرنسية اللي هجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799. في المنوفية شهدت المحافظة توزيع بنات مواد غذائية مجانية وكحك العيد على عمال النظافة ومشاركتهم فرحتهم بعيد الفطر وإدخال البهجة والسرور لقلوبهم نظراً لدورهم الحيوي في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي وتكثيف جهود النظافة خلال أيام عيد الفطر المبارك. في البحر الأحمر شارك متطوعي حياة كريمة الأهالي بعدد من المدن احتفالات عيد الفطر المبارك من خلال توزيع بعض الهدايا التذكارية على المواطنين والأطفال بالساحات والمتنزهات العامة. في الإسكندرية أعلنت مديرية التموين تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال المخابز والأسواق أول أيام عيد الفطر المبارك، بجانب متابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية لتوفير الخبز البلدي المدعم خلال أجازة العيد. فأسيوط شهدت مراكز الشباب إقبال كبير من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب اللي أطلقها للعام الثالث على التوالي بعد أن لاقت النجاح الكبير في الأعوام السابقة. في كفر الشيخ شهدت المحافظة توزيع الحلوى والورود على المارة والأهالي وتبادل التهاني بالعيد، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبة الطيبة.